رمضان جزر طفل سطر بكلماته واقعا يعكس ويلات ما حل بأطفال قطاع غزة على يد قوات الاحتلال. لنستمع إلى سرد رمضان. أحمل في قلبي كتابا ب15,000 قصة لأطفال غزة الأبرياء، رحلوا ولم تكتمل بعد أحلامهم، لن يحملوا بعد اليوم حقائبهم المدرسية، لن يغنوا النشيد الوطني، لن يشتروا الألعاب، لن يركضوا في الكرة بالملاعب، لن يحملوا الأقلام والدفاتر والألوان، لن يرفرفوا بعلم فلسطين على بحرها، لن يكبروا وينالوا حقوقهم كغيرهم من البشر. هؤلاء 15,000 طفل هم أطفال وطني حرمتهم إسرائيل بوحشيتها وصواريخها من الحياة وقتلتهم في حربها على غزة، وأمامهم قصص الآلاف الأطفال الذين لم ينادوا كلمة ماما أو بابا، ولن يحضنوا أبا أو أما، ولن يناموا مع عائلتهم، ولن ينتظروا عودة أبيهم من العمل، لن يأخذوا منه مصروفا، لن يكبروا تحت عينيه. هؤلاء الآلاف قد يتمتهم إسرائيل وقتلت آباءهم وأمهاتهم دون رحمة ولا مراعاة لحقوق شعب وطفل. هؤلاء الأطفال هم أطفال بلادي، سيكبرون ويكبر فيهم الوجع والقهر، ويكبر فيهم حب فلسطين أكثر فأكثر، وستندم تلك الدولة المحتلة على كل